بس الشاشة راحت طبعاً، شاركت الشاشة. إيه لأني خف الصوت بالغلط فاضطريت زغرة وهذا. ضريبة الطب كبيرة يا جماعة، واحد بيطلع مع قرايبه مشكلة أو شيء فأجباري بريسعة فيه، فهيك تأخرنا عليكم شوي. يلا جاهزين نبدأ؟ هاي الصورة لازم اطرقنا. يلا بس ثواني ونبدأ تجي إن شاء الله، توكل. بالمصري بيقولوا على طول نبدأ. تفضل دكتورنا. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا اليوم هو يعني جراحي أكثر ما داخلي، لذلك ما كتير فصلنا فيه. موضوع الحصيات المرارية واختلاطاتها، ونحن أخذنا أهم اختلاطات الحصيات المرارية اللي هو التهاب البنكرياس الحاد، درسناه بالتفصيل الممل حتى يعني بمحاضرة أمراض البنكرياس. كمراجعة مختصرة لتشريح المرارة والطرق الصفراوية خارج الكبد، نحن عندنا الطرق الصفراوية الصغيرة تلتقي في فروع أكبر فأكبر وتخرج من الكبد بقناتين كبديتين يمنى ويسرى. القناتين الكبديتين بيلتقوا بالقناة الكبدية العامة كمان هيباتيك داكت، والصفراء بتنزل من الكبد باتجاه الأسهم بتجمع في المرارة خلال فترات الصيام، وعند فترات الطعام تتقلص المرارة وتفرغ الصفراء بالاتجاه المعاكس عبر القناة المرارية. القناة المرارية سيستيك داكت تلتقي مع القناة الكبدية العامة في شيء اسمه القناة الصفراوية العامة أو القناة الجامعة كمان هيباتيك داكت، يلي بتصب مثل ما بنعرف في مجال فاتر. طبعا تفاصيل التصوير والأبعاد ما بتهمكن. بالنسبة للقناة الجامعة قطرة طبيعية 6 ملم، فما دون أكثر من 6 ملم على الإيكو تعتبر متوسعة. طبعا هذا الرقم للإطلاع. بالنسبة للمرارة ما في أبعاد معينة لطول وعرض المرارة. البعد يلي بيهمنا بالنسبة للمرارة هو سماكة جدار المرارة. إذا كان أكثر من 5 ملم معناتها في عنا سماكة ارتكاسية أو التهابية، رح مر عليهم بالصور إن شاء الله. إذا قناتين كبديتين يمنى ويسرى وقناة كبدية عامة تلتقي مع القناة الكيسية أو المرارية بشكل القناة الجامعة يلي بتصير موازية لوريد الباب وبتلتقى مع القناة البنكرياسية وبيصبونا ضمن مجال فاتر في القطعة الثانية للعفج. هاي المرارة الطبيعية بالإيكو، هل الطعجة أو العقفة الصغيرة مرارة معقوفة؟ هذا يعني normal variation أو يعني مظهر طبيعي. طول وعرض المرارة ما أن شغل فيهم، بهمنا سماكة جدار المرارة هل لونه أبيض. إذا كانت المرارة ملتهبة بنشوف الجدار متسمك وحوله نتحة سائلية رقيقة مثل ما بنشوف. هاي مرارة طبيعية ومقطع كويس جايب لنا قعر المرارة وحتى عنق المرارة. من الضروري نركز على عنق المرارة لأن ممكن تتخبى فيه حصيات ما نشوفها على التصوير. طبعا المرارة لحتى نصورها بشكل أفضل يفضل المريض يكون صايم. أثناء الصيام تمتلئ المرارة بالصفراء وبتتوسع بيكون تصويرها أوضح. بعد الطعام تتقلص المرارة وتفرغ محتواها من الصفراء، وأيضا تظهر الغازات الناتجة عن عملية الهضم وبالتالي بتقل وضوحية الصورة. هذا مقطع مهم عم يكشف لنا عنق المرارة، مكان مهم لاختباء الحصيات، وعندنا وريد الباب. وريد الباب طبعا عم يصعد إلى الكبد، والقناة الجامعة بتمشي موازية لوريد الباب. هالقناة اللي لا معتر فيها وعزولا بعكس اتجاه جريان الدم. هذا مقطع مهم نشوف إذا في توسع في القناة الجامعة أو إذا في عندنا حصات في عنق المرارة. الإيكو ممتاز لحصيات المرارة ولكنه متوسط الكفاءة لحصيات القناة الجامعة. الإيكو عندنا ممتاز لكشف توسع القناة الجامعة. طبعا الأفضل نحن نقيس
لكن بالعادة وريد الباب هذا قطره تقريبا 10 مليمتر، والقناة الجامعة بتكون قناة رفيعة إذا شفناها متوسعة عيانيا قطرة قريب من قطر وريد باب من روح من قيس قطرة بالتحديد. طبعا دائما تفاصيل الصور والأرقام هي لزيادة التوضيح لكسر جفاف المحاضرة، ما مطلوبة منكم أبدا قراءة الصور الشعاعية بمادة الداخلية. الحصيات الصفراوية من أشيع الأمراض في المجتمع، في مراجع بتقول 10%، في مراجع بتقول 20% من عموم الناس حسب خصائص العين المدروسة عندهم حصيات، وغالبا حصيات بتكون غير عرضية وتكتشف بالصدفة. مريض عنده ألم بطني غير محدد أثناء مراقبة قولنج كولوي، أثناء أحيانا إجراء إيكو قلب، طبيب القلبي بدافع الفضول بيحط الإيكو على الوراق الأيمن بيشوف حصيات، طبيبة النسائية عم تتابع الحبل بتشوف حصيات. بكثير من الأحيان تشخص الحصيات بالصدفة، يعني أثناء إجراء إيكو للبطن لاستطباب آخر. آلية تشكل الصفراء أو الحصيات الصفراوية باختصار هي العبارة الملونة بالأصفر، زيادة إشباع الصفراء بالكوليسترول. نحن عندنا الصفراء هي محلول كلوي فيه ماء، فيه أملاح فوسفورية، أملاح صفراوية عفوا، فيه دسم فوسفورية وفيه الكوليسترول. الكوليسترول بيكون ذائب في الصفراء الطبيعية. إذا زادت نسبة الكوليسترول، أما زاد الكوليسترول نسبيا أو نقصت الأملاح الصفراوية، فبتزيد نسبة الكوليسترول إلى الأملاح الصفراوية، وبالتالي تترسب عندنا بلورات الكوليسترول اللي هي نواة للحصيات المرارية. تكون حصيات ناعمة وبعدين تكبر شوي شوي مثل كرة الثلج، ممكن يوصل حجمها للاثنين ثلاثة سنتيمتر، وممكن نشوف المرارة مليئة بعشرات بل ومئات الحصيات. معظم حصيات المرارة هي حصيات كوليسترولية بتكون شمعية صفراء، طبعا شفافة على الأشعة لا ترى بصورة البطن البسيطة، بخلاف حصيات الكلية اللي بتكون معظمها كلسية وتشاهد بصورة البطن البسيطة. الحصيات الكوليسترولية سببها يا أما عندنا شيء عم بيزيد نسبة الكوليسترول بالمرارة، أو شيء عم بينقص نسبة الأملاح الصفراوية، وبالتالي بيختل التوازن بين مكونات الصفراء تترسب بلورات الكوليسترول في الصفراء. من العوامل يلي بتزيد إفراز الكوليسترول إلى الصفراء الإستروجين، سواء عند الإناث عموما وخاصة الحوامل، أو متناولات لموانع الحمل الهرمونية التي تحتوي الأستروجين. في حبوب منع حمل تحوي بروجسترون، فهي ما كتير بتشكل حصيات صفراوية. هلق عندنا مرضى العناية المشددة لمرضى الكوما المحطوطين على تغذية وريدية أو الصيام فترة طويلة. نحن حكينا قبل شوي أن الصيام بيعمل مثل الكسل بالمرارة، المرارة لازم تتنبه على الوجبات وتفرز الصفراء، فإذا المرارة ارتاحت وكسلت فترة طويلة بصير فيها ركودة، والركودة دائما بتأهب إلى ترسب الحصيات. المرضى اللي عم يعملوا ريجيم قاسي، سواء كان بنظام غذائي معين، رياضة قاسية، أو حتى عمل جراحي مثلا قص المعدة، لما بينزل الوزن بسرعة عم تتحرك الدهون المخزنة في النسيج الدهني، وعم تعمل وارد كبير من الدهون إلى الكبد، وبالتالي بيزيد نسبة الكوليسترول بالصفراء. تشمع الكبد بيعمل لنا حصيات بآليتين. في عنا يعني وظائف الكبد كلها بتختل في تشمع الكبد. الكبد بيصنع مواد بيقوم بالربط بإطراح السموم، كل هالوظائف بتختل، فإذا نقص صنع الأملاح الصفراوية بيزيد نسبة الكوليسترول وبيترسب تتشكل عنا حصيات كوليسترولية. أما إذا كانت المسيطرة هي ضعف وظيفة ربط البيليروبين، بأهب التشمع إلى تشكل الحصيات الصباغية السوداء. الحصيات الصباغية سبب الأساسي هو انحلال الدم،
نعرف الانحلال الدم بشكل بيليروبين غير مباشر، فإذا كان عندنا انحلال دم بكميات كبيرة عم بتزيد نسبة البيليروبين الوارد إلى الكبد أكثر من قدرة الكبد على ربط البيليروبين، وبالتالي الشك على خصيات البيليروبينات الكالسيوم. لا إله إلا الله. إذا هاي أهم العوامل المؤهبة لتشكل الحصيات الصفراوية. الحصيات غالبا تبقى غير أعراضية، وغالبا أول أعراض الحصيات بيطلع هو الألم الصفراوي يلي تسميته السابقة أو المجازية الكولنج الصفراوي، لكن في الحقيقة هو ألم وليس كولنج. هلق الألم الصفراوي يعتبر عرض، باقي المشاكل تعتبر اختلاطات. هاي على سبيل التصنيف. إذا البلياري بين أو البلياري كوليك هو العرض الأساسي الناجم عن الحصيات. الحصيات بمجرد ما تكون عرضية بتزيد نسبة الاختلاطات الأخرى. أهم الاختلاطات هي التهاب وتسد لنا الأمعاء وتعمل انسداد أمعاء حاد اسمه جولستون إليوس. هذا من الاختلاطات النادرة للحصيات الصفراوية. لكن أهم اختلاط أي التهاب المرارة، التهاب الطرق الصفراوية أو التهاب البنكرياس الحاد. هلأ معظم المراجع الأجنبية بتقول الحصيات غير العرضية تترك وليست مستطبة للجراحة، وهون الكلام نوعا ما نسبي. يعني أنا إذا أجانا مريض مسن عنده حصات غير عرضية، عنده مشاكل قلبية وصدرية، أكيد ما راح نفكر نعمل له جراحة. لكن إذا أجانا مريض شاب وعنده حصات صغيرة، وعلى فكرة الحصيات الصغيرة بتخوفنا أكثر من الحصيات الكبيرة. الحصيات الصغيرة ممكن تطلع على القناة الجامعة وتعمل التهاب طرق صفراوي حاد خطير مهدد للحياة. بده ERCP ثم استئصال مرارة، بده عملين جراحيين. وبالتالي إذا مريض شاب وحصياته صغيرة ممكن خلينا نخلص من المرارة هو الشاب أحسن ما يكبر وتعمل له اختلاطات ويكون صار عنده أمراضيات يعني بتزيد الخطورة. فموضوع أن الحصات غير العرضية لا يجوز مطلقا استئصالها، لا، هون حسب تقدير الجراح وحسب عوامل الخطورة والاعتبارات العامة للمريض. نفس الكلام بالنسبة للألم الصفراوي. إذا الحصيات عم تعمل نوب ألم ولكن بدون اختلاطات أخرى، الأفضل أن نحن نشيل الحصيات، نشيل المرارة. طبعا ما في شيء اسمه استئصال حصيات، استئصال المرارة بما حوت. لكن إذا كان عندنا مريض كبير بالعمر وعنده خطورة جراحية عالية ممكن نكتفى بالعلاج المحافظ. إذا موضوع استئصال المرارة ليه الحصيات غير العرضية أو الحصيات اللي فيها ألم بدون اختلاطات موضوع يعني نسبي. حتى التهاب المرارة الحاد يلي هو غالبا استطباب للجراحة، إذا أجانا مريض في حالة عامة سيئة جدا ممكن يقوم الجراح بإجراء فغر للمرارة عبر الجلد وتخفيف الاحتقان وتجنيب المريض جراحة قد تكون خطيرة وما بيتحملها المريض. هلا دكتور عفوا مرمانا بالنسبة لحجم الحصى إذا كانت كبيرة بكون في تدخل نتدخل، أما إذا كانت صغيرة ما نتدخل. هلا الحصى إذا كانت أكبر من 1 سنتي من غير الوارد إن تخرج من المرارة، بس هاي وارد تعمل كانسر وتعمل التهاب مرارة حاد. الحصيات الصغيرة عندها قدرة أكبر أن تطلع على قناة جامعة وعلى البنكرياس. التهاب المرارة مهما كان بيضل أهون من التهاب البنكرياس ومن التهاب الطرق الصفراوية. فبشكل عام الحصات الصغيرة بتخوفنا أكثر من الحصات الكبيرة من ناحية الاختلاطات خارج المرارية.
يعني حصات صغيرة أو كبيرة إذا عملت التهاب مرارة عمل جراحي واحد شيل المرارة وانتهى الموضوع. أما إذا عملت التهاب بنكرياس أو طرق صفراوية المريض بده ERCP ثم استئصال مرارة، وبتكون جراحته أصعب واختلاطاته أكثر. فهاي من هالناحية بنقول أن الحصات الصغيرة بتخوف أكثر من الحصات الكبيرة. تمام دكتور. دكتور بالنسبة للالتهاب، طالما تعمل التهاب حاد ممكن كمان تعمل التهاب مزعم الاختلاطات مو هيك دكتور؟ هلأ ما نحكي على الاختلاطات واحد واحد، بس نحن لما عديناهم بالبداية كتعداد ذكرنا أن موضوع الحصيات غير العرضية أو الحصيات اللي متظاهرة بألم فقط أو حتى التهاب المرارة ممكن الجراح يعمل عملية أو ما يعملها حسب اعتبارات كثيرة. يعني أمس كانت عنا مريضة بالعناية المشددة احتشاء عضلي قلبي حاد، وكان بحاجة إلى قسطرة إسعافية، يلي حرض للاحتشاء هو نوبة ألم مرارة من شدة الألم احتشت، فكان إنقاذ القلب بقسطرة وفتح الشريان المغلق وإنقاذ العضلة القلبية مشان ما تدخل مريضة بقصور قلب. الاحتشاء على فكرة هو أهم سبب لقصور القلب، فعملت القسطرة القلبية توصيات طبيب القلبية 6 شهور ما بصير تعمل جراحة. فهون اضطرينا نعطي المريضة مسكنات ألم للألم المراري، ويعني هيك صار أولويات أني فضلنا عمل القسطرة القلبية على جراحة المرارة. هون إذا خبنا أن المرارة تتنخر وتعمل حالة بطن حادة عند هيك مريضة بينعمل فغر للمرارة بتوجيه الإيكو وبالتخدير الموضعي، ونكون حلينا مشكلة المرارة بدون ما نعمل فتح بطن لمريضة عالية الخطورة. فبالحياة العملية في كتير مجال للمناورة ولا الاجتهاد حسب الحالة، مشان ما خطئ بعض إذا اختلفنا بوجهات النظر أو إذا سمعته رأي مختلف من مدرس آخر. يعني لأن كتير حالات تنحط أمامنا ومتناقش عدة أطباء بنفس الاختصاص، وكل واحد له رأي وكل واحد يعني عنده وجهة نظر منطقية. طيب بالنسبة للألم الصفراوي، التسمية الشائعة حتى بالمراجع أو بالكلام الشائع أن يقول قولنت صفراوي بالياريكوليك، لكن في الحقيقة والتسمية المعتبرة حاليا هي ألم صفراوي، لأنه الألم بيكون مستمر وليس ألم قولنجي. الألم القولنجي مثل نوب تشنج الأمعاء، مثل نوب حصيات الكلية، بيجي نوب دقائق وبيروح وبيرجع، بيجي عدة دقائق وبيروح، مثل ألم المخاض مثلا. أما الألم الصفراوي فبيستمر يعني من 30 دقيقة إلى 5 أو 6 ساعات. أكثر من 6 ساعات بنشك نحن أني عنا التهاب مرارة أو بقى التهاب بالطرق الصفراوية. عادة مريض بيكون عنده قصة معروفة للحصيات، بعد وجبة دسمة غالبا بيشكي من بدء مفاجئ لألم بالشرسوف أو بالمراق الأيمن، يبدأ فجأة، فجأة بيكون بالذروة مباشرة وبيتراجع تدريجيا خلال 2-3 ساعات عادة وسطيا، وبيكون ألم شديد يعني بيختلف تماما عن حالات الكولون العصبي. بس تشوفوا حالي حالتين بتقولوا هذا مريض عنده شيء، حكما عنده ألم مراري. الألم الصفراوي من تجربتنا أشد من ألم القرحة وأشد من ألم الكولون العصبي قولا واحدا. الألم إذا مستمر يبدأ بالذروة ويتراجع تدريجيا، لذلك الأدق أن نحن نقول بلياري بين وليس بلياري كوليك. شرط نحن إذا عملنا تحاليل تكون طبيعية، إذا كان عندنا ارتفاع بوظائف الكبد أو بالسي آر بي مثلا بالكريات البيض، معناتها نحن عندنا نوع من الارتكاس الالتهابي. الألم الصفراوي هو ألم ميكانيكي بحت، بعد الوجبات الدسمة المرارة بتتقلص مشان تفرغ محتواها من الصفراء، تتحرك الحصات وبتسد عنق المرارة بيكون صار هالألم، تنزل الحصات بعد شوي بيروح الألم. العلاج هو تسكين الألم، تجنب الوجبات الدسمة، ويفضل تحضير المريض لموعد جراحة باردة ما إسعافية. إذا كانت الحصيات غير العرضية يفضل ما نشيلها، بمجرد ما تعمل حصيات أعراض يفضل نحدد موعد للجراحة للمريض بعد شهر شهرين ما في مشكلة، لأنه بمجرد ظهور الألم الصفراوي عم بتزيد كتير نسبة
الاختلاطات خارج المرارية وهي الأخطر. مسكن الألم المفضل للقولنج المراري، شفتوا هاي قلت قولنج لحالة، مسكن الألم المفضل هو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. ونحن جماعة الهضبية ما بنحب البروفين، فعم نكتب للمريض سيليكوكسيب أو إيتوريكوكسيب أدوية الكوكس 2، لأن الألم متواصل بالبروستاغلاندينات. فمضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي الخط الأول، بعادلة بالفعالية المسكنات الأفيونية، يعني الديكلوفيناك مثلا يعادل الترامادول بكفاءة تسكين الألم بهالحالة. لذلك نحن نفضل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. وبتجي بعدك كخط تاني مضادات التشنج مثل الميبيفيرين. الحياة العملية هيك مريض بيجي لعندنا نكتب له وصفة سيليكوكسيب سيليكوكسيب مع ميبيفيرين مع استشارة جراحية، نكتب فيها القصة السريرية وبنطبع الصورة وبنكتب نقترح تحديد موعد بارد لاستئصال المرارة. موعد بارد بكل مريض الدرس، عمل كل الاستشارات القلبية والتخطيط والصور إلى آخره، وبيدخل على العملية محضر بشكل جيد، بتكون الاختلاطات أقل ما يمكن. إذا استئصال المرارة استطباب نسبي وليس مطلق. ممكن مريض رغبة المريض إنه ما بده يشيل المرارة، أو مريض عنده إمراضيات مرافقة خطيرة، فممكن نصبر عليه شوي منخليه تحت المراقبة بدون ما يخضع للعمل الجراحي. إذا هاي كلمة استطباب نسبي بتختصر لكم كتير دراسات متناقضة. طيب هاي عنا الصورة، التسميات مكتوبة عليها، الكبد هون لليفر إلى اليسار، وهاي المرارة يبدو أنها متوسعة شوي، لكن قلنا ما بتهمنا أبعاد المرارة، الطول والعرض ما بتهمنا، وما في يعني رقم ثابت إلون. عنا هاي حصات كبيرة، هايبر إيكوي جولستون، يعني الحصات عالية الصدوية أو لونها أبيض، وشايفين هالسواد اللي وراها اللي هو الشادو أو الظل الصدوي، الحصات عكست الموجة وتشكل وراها ظل. هون عنا هالإشارات، هاي طبيب التصوير عم بيقيس سماكة جدار المرارة. سماكة جدار المرارة دائما بناخد الجدار الأقرب إلى البروب، ما بناخد الجدار السفلي. فإذا كان أقل من 5 مليمتر معناتها ما في عنا التهاب. شايفين أني هو طبيب التصوير لا قاس طول المرارة ولا العرض، بهمنا سماكة جدار المرارة. إذا عنا هاي حصات مرارية من دون تغيرات التهابية في جدار المرارة، هيك توصيف الصورة. هون عنا الحصات منحشرة في عنق المرارة، فهاي بالتأكيد هي سبب الألم البطني الحاد يلي راجع فيه المريض. في هذا السهم أدينو مايوماتوزيس، إذا بتحبوا التشريح المرضي راجعوا، أحد يعني أنماط البوليمات السليمة بالمرارة، أشبنا بوجع في الرأس. نحن موضوعنا إذن حصات كبيرة، هاي حوالي 2 سنتيمتر نحن يفضل نقيسها، ومنحشرة في عنق المرارة، يعني مثل هيك حصات هاي مرشح المريض للعمل الجراحي حتى لو ما كانت عاملة التهاب مرارة. هاي حصات سادة للمرارة وبتعمل ألم شديد. دائما كشف عنق المرارة، يعني لا يكتمل تصوير المرارة بالإيكو حتى ناخد مقطع لكامل المرارة بكامل طولة ونكشف بداية القناة الصفراوية. هون عندنا هذا اليسار هو الكبد، والمرارة تبدو مستسقية، جدار المرارة مثل ما انتم شايفين متسمك هون، وهذا اللون الرمادي طبعا محتوى المرارة ما متجانس، الأسود فوق وسائل رائق اللي هو الصفراء، وهاللون الرمادي اللي له سوية هيك مع الجاذبية هذا هو الطحل المراري، قوامه تماما مثل طحل القهوة. فهي بداية تكثف المرارة، فوق سائل صافي وتحت سائل عكر اللي هو الطحل المراري،
طبعا الطحل المراري ما بيترك شادو الا اذا كان في حصيات ناعمه، وهون عندنا حصات صغيره. دائما الطحل هو المرحله يلي بتسبق الحصيات، وهون الجدار مراره فيه سماكه واضحه. يعني هذا المريض يبدو، انا ما عندي قصه سريريه له هاي يعني من النت هاي الحاله، يبدو مريض التهاب مراره حاد. هذا مقطع مثالي بالمرارة، المرارة من القعر إلى العنق طالع، وهي الرفيعة فوقه هي القناة الصفراوي الجامعة. عندنا حصيات متعددة اللي أنا شايفهم هون ستة، بس بجوز يطلعوا 30 حصات اللي بتكون حصيات متراكبة. إذا عندنا حصيات متعددة في المرارة وتاركة وراها ظل، وعندنا هون حصات منحشرة في عنق المرارة. هيك مريض ايضا بيكون مرشح للعمل الجراحي. يعني هون حسب الحاله العامه للمريض، حسب خبره الطبيب بيقرر اولويات بالعمل الجراحي. الموضوع مو دائما يعني واضح ابيض او اسود، في كثير مجال حالات بين وبتحتاج مناقشات واستشارات. طيب عفوا دكتور، بالنسبة للحصى المنحشرة، طيب هون طالما صار في انسداد، ما ممكن يكون مثلا إذا ما صار التهاب بدون ما يصير التهاب، ما ممكن يطلع مخبريا أي شيء ممكن يزيد مثلا الـ ALB أو غيره؟ الانسداد إذا طول ما نشوف يعني تغيرات سريرية واخبارية، وبالتالي المريض انتقل من مرحلة القولنج الصفراوي إلى التهاب المرارة أو التهاب الطرق الصفراوية. لما بنقول التشخيص مجرد قولنج صفراوي معناته انسداد عابر وراح وما استمر اكثر من عده ساعات، بس طول الانسداد دخلنا بالاختلاطات الثانيه. التهاب المراره الحاد هو استمرار للقولنج الصفراوي. القولنج هو انسداد عابر للقناه المراريه وعكوس. إذا طول الانسداد أكثر من 6 ساعات هون تبدأ عملية التهابية في جدار المرارة. بالبداية البروستاغلاندينات تتوسط بها الالتهاب تدخل البكتيريا وبصير التهاب جرثومي. يعني نحن إذا بتذكروا التهاب البنكرياس الحاد قلنا ما في دور للصادات بعلاجه، أما التهاب المرارة الحاد المريض بده تغطية بالصادات وبعدين عمل جراحي. طبعا جراحة تنظيرية غالبا، يعني الألم بيكون بيشبه الألم القولنج المراري لكن بيكون أشد وبيطول فترة أكتر، بيكون ألم شديد ممكن بالمراق الأيمن لكن ممكن جدا يكون بالشرسوف. كل مشاكل المعدة والبنكرياس والمرارة ممكن تكون بالشرسوف أو بالمراق الأيمن. علامات الالتهاب مثل الحرارة وتسرع النبض والتعرق والتهيج كلها ممكن نشوفها. علامة مورفي بتعرفوها هي مضط شديد بجس منتصف الحافة الضرعية اليمنى، وتحديدا هي بنقول للمريض اني خود نفس عميق اثناء الشهيق. هون بتنزل المرارة لتحت الحافة الضرعية تطلع من مخبأة من جس على مكان المرارة، فبصير قطع مفاجئ للنفس، ما بيقدر المريض يكمل نفسه من شدة الألم. هاي اسمها علامة مورفي السريرية، وممكن نعمل شيء اسمه علامة مورفي الصدوية. يعني أنا بقول للمريض خد نفس وأنا بصوره بالإيكو، ولما بياخد نفس بنضغط بالبروب على المرارة فبيتألم المريض بشدة وبينقطع نفسه، وهاي أدق يعني مورفي الصدوية لأني نحن عم نضغط تماما على المرارة، شايفين بالتصوير وين عم نضغط. التهاب المرارة الحاد غالبا هو قبول وتحضير لعمل جراحي. في نسبة من الحالات على فكرة على مسكنات الألم والإماءة والسادات ممكن يتراجع الالتهاب، وخاصة المرضى المسنين عندهم خطورة جراحية عالية، فممكن يعني نكتفى بالعلاج المحافظ لالتهاب المرارة الحاد. وإذا اضطرينا يعني ما بدنا المرارة تنفجر إلى جوف البطن بنعمل لها فغر عبر الجلد بتوجيه الإيكو وتحت التخدير الموضعي، يعني هذا أقل خطورة
من الجراح العامة بالنسبة للمرضى عالية الخطورة. طبعا جراحة المرارة المفضلة أن تكون جراحة تنظيرية، إلا إذا كانت ملتصقة بشدة بنعمل جراحة مفتوحة. جراحة المفتوحة يعني شق جراحة شي 10-15 سنتيمتر، اختلاطاتها أكثر، البقية في البشرة أكثر، لكن أحيانا بيكون لابد من الجراحة المفتوحة. دائما قبل ما الجراح يعمل استئصال مرارة بده يقيم الحاجة إلى ERCP، والحاجة للـ ERCP باختصار بيكون عندنا توسع بالطرق الصفراوية وارتفاع مستمر في البيليروبين والفوسفاتاز القلوية. فالأفضل هون يعمل مريض ERCP قبل أو أثناء العمل الجراحي أو بعد العمل الجراحي للمرارة حسب إمكانيات المركز. في مراكز هو المريض على طاولة العمليات الجراحية بيعملوا ERCP، بينظفوا الخناة وبيشيلوا المرارة بنفس العملية. إذن هاي العلامات النموذجية المثالية لالتهاب المرارة الحاد. عندنا بالسهم الأحمر حصات منحشرة في عنق المرارة، وعندنا في سماكة في جدار المرارة. طبعا بنأكد الأفضل أن نقيس جدار المرارة الأقرب للبروب، جدار الأمامي موهر. وهون عندنا هالأسود هو ندحة سائلية من وذمة النسج المحيطة بالمرارة. في استقصاء لتشخيص التهاب المرارة كاتبين عنكم بالنوطة اسمه الهيدا سكان أو التصوير الومضاني، يعني هذا متوفر في البلدان المتخلفة ما وراء البحار. قرأوا عنه، يعني لما المرارة الملتهبة ما بتأخذ المادة الومضانية، بتكون بتوزمة ومستونة وما بتأخذ المادة الومضانية، ما بتظهر على التصوير. هو الاستقصاء الأفضل لتشخيص التهاب المرارة الحاد، لكن يعني 99% من الحالات الإيكو والشك السريري كافي ووافي. هاي عندنا طبقي محوري للبطن، النجمة هون عم بتشير إلى سماكة في جدار المرارة، وعندنا حصات في جسم المرارة وحصات في قعر المرارة. هاي الحصات الأولى وهاي الحصات القعر أو العنق عفوا. هاي حصات جسم المرارة، النجمة عند القعر، وهاي حصات عند عنق المرارة. هون في سماكة بجدار المرارة وما شفنا الحصات. هذا مو لأنه التهاب مرارة لا حصوي، لا، هذا المريض كان عنده حصيات على الإيكو لكن ما شفناها على الطبقي. الإيكو أفضل من الطبق المحوري في تشخيص حصيات المرارة. الطبقي يعتمد على كثافة الأنسجة، ف وبتعرفوا إيكو القلب أفضل من الطبقة مثلا للصدر بالنسبة لتقييم عضلة القلب. أيضا الإيكو بالنسبة للمرارة تحديدا أفضل من الطبقي، لكن الطبقي عم يعطينا فكرة عن أحشاء البطن كله، إذا كان في عنا ورم بالبنكرياس، إذا كان في عنا خراج مجاور إلى آخره. تفاصيل العمل الجراحي والتكنيك والأماكن الثقوب وإلى آخره، هاي تفاصيل بتاخدوها بالجراحة. بالنسبة لنا بالداخلية سواء بالأمور النظرية أو بالعملية، بكفي نحن نشك بالمريض، نعمل له صورة الإيكو والتحاليل ونقول له هذا مريض التهاب مرارة حاد، ونحوله لعند قسم الجراحة. تحصي القناة الجامعة وقناة الصفراوية الجامعة، غالبا حصيات القناة الصفراوية الجامعة بتكون نازلة من المرارة، وأكثر شيء بتخوف مثل ما حكينا الحصيات الأصغر من 1 سنتي. الحصيات الكبيرة كل اختلاطاتها بتكون ضمن المرارة.
في حالات قليلة تقريبا 10% من حصيات القناة الصفراوية الجامعة بتكون الحصات تشكلت بشكل بدئي بالقناة، ليس بحصات نازلة من المرارة. المريض عنده مشكلة بالطرق الصفراوية، عنده التهاب، عنده تليف، عنده ورم، ففي عنا إعاقة لمرور الصفراء بالقناة الجامعة، وبالتالي صار ركودة وتشكلت الحصات في القناة الجامعة. المتورقة الكبدية بس مرت معانا بالكتب، لكن الإسكاريس شفنا عدة حالات لدودة إسكاريس بالمرارة أو بالقناة الجامعة. تعرفوا هي جزء من دورة حياة تمر على الطرق الصفراوية، ومرة كان في إسكاريس متكلسة وميتة بالمرارة وعملناها معاملة الحصاد. حصيات القناة الجامعة ممكن تكون غير عرضية لكن دائما بدها شيل. حصيات المرارة غير العرضية، حصيات المرارة ممكن ينصبر عليها، أما حصات في القناة الجامعة بدها استخراج، واستخراجها بيكون بالإي آر سي بي. ما هلق بدنا نراجع الإي آر سي بي سوا. أما العمل الجراحي فتح القناة الجامعة عمل كتير اختلاطاته سيئة، تسرب الصفراء إلى جوف البطن كابوس للجراح، تعمل ارتكاز التهابي شديد، ممكن تدوب الأوعية الدموية وتعمل نزف شديد ومهدد للحياة. فما في ولا جراح يعني بيرضى بالسهل أن يعمل فتح للقناة الصفراوية مشان لمجرد استخراج حصاد، لأن كتير فيها مجازفة كبيرة. ممكن الحصاد ما تعمل أي ألم، ممكن تعمل يرقان انسدادي اللي هو أهم أعراضه الحكة، وممكن تختلف بتغيرات التهابية، التهاب الطرق الصفراوية الحاد أو الصاعد رح نحكي عنه بعد شوي، التهاب البنكرياس الحاد درسناه بالتفصيل بمحاضرة سابقة، التشمع الصفراوي الثانوي احنا درسنا التشمع الصفراوي البدئي يلي هو التهاب مليف بالطرق الصفراوية الصغيرة داخل الكبد، البدئي بيكون مجهول السبب. أما الثانوي نحن احتباس الصفراء في الكبد ممكن يحرض ارتكاس التهابي ويصير عنا تليف بالطرق الصفراوية الكبيرة والصغيرة، وهذا بنسميه تشمع صفراوي ثانوي. هذا أخطر من البدئي وبيأهب لتشمع الكبد أسرع من البدئي. وأيضا الحصيات مثل ما أنها بتعمل سرطان بالمرارة إذا طولت، ممكن تعمل سرطان بالطرق الصفراوية نتيجة التخريش المستمر لظهارة الطرق الصفراوية، والتخريش ممكن يؤدي إلى طفرات وإلى تشكل الأورام. في عنا 3 استقصاءات في غاية الدقة لتشخيص حصيات القناة الجامعة، الـ ERCB والـ MRCB والإيكو عبر التنظير. هاي توضيح للإيكو عبر التنظير، منظار فأت إلى العفاج صار قريب على مصب القناة الجامعة، وبعدين يعني شغل بروب الإيكو فطلعت الصورة بهالشكل، وهي عن حصات ضمن القناة الصفراوية الجامعة. اجانا السؤال بالامتحان الوطني عام 2012، اي الاستقصاءات التالية هو افضل لتشخيص حصيات القناة الجامعة؟ كان في بالخيارات ايكو عادي، ايكو عبر التنظير، واي ار سي بي وام ار سي بي، وانا اخترت الاي ار سي بي وكان جواب خاطئ. الجواب الصحيح هو الايكو عبر التنظير. الإيكو عبر التنظير هو الاستقصاء الأدق لتشخيص الحصيات في القناة الجامعة، وهالثلاث استقصاءات حساسيتها فوق 90%، يعني ما كان خطأ كبير بس راحت علامة السؤال. طبعا جهاز الإيكو عبر التنظير عالي الدقة جدا، إذا مريض عنده ألم صفراوي لكن الإيكو العالي ما كشف فبنعمل إيكو عبر التنظير، يعني بيكشف كل الحصيات حتى الناعمة منها، لكن مشكلته أنه مجرد تصوير ما بيسمح بتداخل علاجي. أما أفضلية الـ ERCB أنه بيسمح باستئصال استخراج الحصيات،
عنا هاي الصورة شفناها من قبل عم نشوفها بشكل مكبر أكتر، ووريد الباب داخل على الكبد، ووريد الباب قطره تقريبا 10 مليمتر، وهالشعرة الرفيعة يلي فوقه هي القناة الصفراوية الجامعة، بتصير موازية لوريد الباب وسير الصفراء طبعا خارج من الكبد، أما وريد الباب داخل إلى الكبد. هاي الصورة الاي في سي هو الوريد الأجوف السفلي، وهاي وريد الباب بورتال فين وموازية له هون الكمان بايل داكت، هذا الجزء القريب يعني اللي قريب من الكبد رفيع وطبيعي، وهذا الجزء البعيد متوسع المفروض كلها تكون رفيعة مثل هالشعرة متوسعة وصايرة بقطر وريد الباب، تقريبا بتطلع هاي 8-9 مليمتر، أكثر من 6 مليمتر تعتبر متوسعة القناة الجامعة. هون عندنا القناة الجامعة متوسعة بشدة صايرة أوسع من وريد الباب يلي تحتها، هاي وريد الباب وهاي القناة الجامعة متوسعة من بدايتها إلى نهايتها توسع فظيع، وفي بنهايتها حصات كبيرة لإيكو عبر البطن يعني متوسط الحساسية في كشف حصيات القناة الجامعة، إلا إذا كانت متوسعة بشدة تنكشف لمعتها بالكامل وبصورة الإيكو بشكل جيد. التهاب الطرق الصفراوية يجوز أنه نسميه الحاد أو الصاعد، لأن البكتيريا بتصعد من الأمعاء إلى الطرق الصفراوية، بتشخص بثلاثية اسمها ثلاثية فيرشو اللي هي عبارة عن يرقان وحرارة وألم في المراق الأيمن. إذا الالتهاب عمل صدمة إنتانية وعمل تخليط ذهني صار عندنا خماسية، هاي خماسية رينو، ويعني المريض إذا وصل لهالمرحلة تقريبا صار في عداد الأموات للأسف، حالة يعني إنذارة سيء جدا. من أسوأ أشكال الصدمة الإنتانية هي إنتانات الصفراء، إذا حرارة وألم مراق أيمن ويرقان، وبتكتمل الخماسية صار في عندنا صدمة وتخليط ذهني. عنا مشعرات الالتهابية مرتفعة أكيد CRB كريات البيض. بالنسبة لوظائف الكبد بحالات الركودة ارتفاع بالفوسفاتاز القلوية أوضح من ارتفاع ناقلات الأمين. البيلروبين بيرتفع قلنا بالأمراض سواء كانت خلايا كبدية أو خلايا صفراوية. أكيد نشوف توسع بالطرق الصفراوية، لكن هون الاستقصاء الحاسم للتشخيص والعلاج هو الـ ARCB. مرضى التهاب الطرق الصفراوية الصاعد استطباب الـ ARCB السعافي، لأنه إذا دخلوا بصدمة إنتانية يكون المريض يعني على خطر كبير جدا للوفاة. هاي تذكرة بالـ ARCB إذا عبارة عن منظار بيدخل بالرؤية اللي يعني عم نشوف رؤية حية مباشرة إلى أن يصل إلى الحليمة أو مجلفاتر في القطعة الثانية للعفج، هون بيطلع قسطار من المنظار ويقوم بالدخول إلى الطرق الصفراوية وتصويرها بالمادة الضليلة. هاي شكل ترسيمي، إذن المنظار عم بيصور لنا لمعة السبيل الهضمي، الطبيب عين على شاشة المنظار شايفين في شاشتين، والعين الثانية على شاشة الصورة الشعاعية، تصوير شعاعي ظليل للطرق الصفراوية وتصوير مباشر للمعة السبيل الهضمي. هيك بتبين الحليمة أو مجل فاتر، وهون مندخل القسطار من هالحليمة، وهون ارتسام ظليل عن القناة البنكرياسية رايحة للساعة 2 تقريبا، والقناة الصفراوية العامة عم تتقاطع مع المنظار وتصعد إلى الأعلى، وهاي المرارة مليئة بالحصيات. هاي السلك طالع من المنظار عم يحقن مادة ظليلة، وشايفين آفات نقص هالامتلاء، أنا شايف هون حصات 2-3-4 مليئة بالحصيات القناة الجامعة. طبعا هون حليمة فاتر أو مجل فاتر بيدخل سلك كهربائي وبقصة من الأعلى إلى الأسفل، يتم توسيع الفتحة، ممكن استخراج حصيات حتى 2 سنتيمتر من الحليمة.
إذن هاي المنظار والشجرة الصفراوية وفي عدة فقاعات أو عدة آفات نقص امتلاء تعبر عن الحصيات. الاي ار سي بي بعد ما يشخصهم بيسمح أن يدخل بالون إلى خلف الحصيات وبنسحبه بيطالع الحصيات معه، أو ممكن يدخل شبكة ويستخرج الحصيات. هاي قطرة الحليمة. إذن الوصول إلى الحليمة بالرؤية المباشرة بالمنظار وتصوير الطرق الصفراوية بالتصوير الظليل بتوجيه الأشعة. يعني الـ ERCB بده فريق، بده طبيب، والأفضل يكون طبيبين، بده مساعد متمرس، وبده طبيب تخدير، وبده فني أشعة. يعني عنصرين على المنظار، الطبيب ومساعده، وعنصر على التخدير، وعنصر على الأشعة، وعنصر مثلا يجيب ويودي الأدوات. فالفريق بيتكون من 5 أشخاص على الأقل، الوحدة ما بتصفي، فمن 5 إيدين اللي يصفقوا. أخيرا بنحكي على اختلاطات نادرة ونادرة جدا للحصيات الصفراوية، في هذا اللي اسمه تناذر ميريزي. كل مريض بيجي بيرقان انسدادي، والتصوير بيشوف اني عنا انضغاط في القناة الكبدية. نحن عنا هاي المرارة، القناة المرارية والقناة الكبدية العامة، وبيلتقوا بشكله القناة الصفراوية. القناة الصفراوية الجامعة بتكون طبيعية، ولكن الانضغاط عم بيصير بالقناة الكبدية. في عنا حصات منحشرة في عنق المرارة وعم تضغط من الخارج على القناة الكبدية. تناذر ميريزي هون لازم جراحة مفتوحة للمرارة، ما مش الحال بالجراحة التنظيرية. هون عندنا الصورة يمكن أوضح، هاي طبق محوري مقطع جبهي، حصيات متعددة في قاع المرارة، لكن في عنا حصات مشاكسة في قاع المرارة في عنق المرارة عم تضغط على القناة الكبدية العامة. هون هيك المرارة ما بتنشال بالتنظير، بصير تسريب صفراوي خطير من العنق، وبالتالي بدها جراحة مفتوحة، وممكن نحط أنبوب تفجير اسمه تي تيوب. إذا فتوا جراحة تناذر ميريزي كابوس بالنسبة للجراح. وأخيرا اللي حكينا عنه الجولستون إليوس، ممكن الحصات تثقب جدار المرارة أو تثقب جدار الأمعاء، المرارة قعر المرارة مجاور للقطعة الثانية للعفج أو للكولون المعترض، هذول قراب على المرارة، فممكن تثقب جدار المرارة وجدار الأمعاء وتنزل الحصات وبقى تستقر بالأمعاء غالبا بالصمام اللفائفي الأعوري. هون عندنا منطقة ضيقة، أو بالوصل المستقيمي السيني، هاي أضيق مناطق الأمعاء، ممكن تسدهم تعمل انسداد أمعاء حقيقي مثل ما نكون شايفين هالتوسع في العرى المعوية. جولستون إليوس حالي مسجلة، ويعني ما هي حالة كتير كتير نادرة، يعني واردة واردة المشاهدة بسبب شيوع الحصيات في المجتمع. إذن جولستون إليوس، وشكرا لاستماعكم، وبتمنى لكم التوفيق. هيك بنكون انهينا يعني ما استطعنا من الهضميه، صعب نخلصها كلها. لحد هلا كل يوم عم نسمع عن شغلات جديده ونقرا عن شغلات جديده. الله يعطيك العافيه حكيم، الله يعافيك ان شاء الله. السلام عليكم حكيم. في فرق هيك شوي بين سلايدات والكتاب، نقرا اثنين ولا الكتاب هو لا؟ الكتاب هو المطلوب، الكتاب حصرا هو المطلوب، السلايدات اي شيء زياده فيها هو يعني اعتبره للاطلاع لزياده المعرفه، ما بيجي منه الفحص. طب حكيم ممكن يكون الاسئله مثلا شيء 70 سؤال 40 سؤال القليل شوي، ممكن هيك يعني واحد طالب اذا نقص علامات او هيك يعني. هلا معك حق، بس المشكله المقرر صغير، وانا عندي 9 نماذج اسئله بالسنه اساسيين وحمله ادلب، واساسيه وتكميله وحمله حلب صار 5، واثنين للسادس هون واثنين للسادس هون، ف9 نماذج اسئله ما ضل الاسئله نكتبها.
إذا ما أردت يعني 50 يعني 50 أو 60 إذا جبنا أسئلة مثلا توصيل أو هيك، لأني فعلا يعني عم نضطر نكرر بالأسئلة، عم نغير بالخيارات وهيك، لأني ما ضل يعني أسئلة نجيبها. كم حكيم مشكور الله يعطيك العافية يا رب. أمس مر معنا حالة التهاب طرق صفراوية مصلب بالطرق الصغيرة small duct BS، يعني الطرق الكبيرة خارج الكبد سليمة والإصابة بس بالطرق الصغيرة. حالة أول مرة بتمر علي، مع أني كل شغلة بمشافة عامة بيجينا أعداد كتير كبيرة من المرضى، مريض حوالي السنة لحتى وصلنا للتشخيص. فالواحد بعمره ما يفكر حاله ختم العلم أو شيء، يعني الأطباء اللي بعمر والده ووالدك بيقعدوا بيتناقشوا وبيحتاروا بالحالة، وأحيانا بكل صراحة بيموت المريض وما بنوصل لتشخيص. فالواحد دائما لازم يضل على اطلاع وعلى متابعة. إن شاء الله دكتور، إن شاء الله الله يجزيك الخير يا رب، تحياتنا لك. بس هيك سؤال صغير بعد إذنك. إيه تفضل. هلأ معنا شوي ثلاثي فيرشو، ما بعرف هلأ كأنه ثلاثي فيرشو، ما بعرف هذا شاركو ما هو فيرشو، شاركو ألم يرقان حرارة ولا ما بعرف فيرشو عسى ركودة شاركو أنا أشو قلت فيرشو، لا شاركو ترياد. أعطيك عافية. التي هي كلمة فرنسية لا تلفظ، شاركوت بيكتبوها شاركو. فيرشو هذيك العقدة فوق الترقوية اللي مرتبطة بسرطان المعدة، بالكتاب ايش مكتوب عندكم شاركو؟ ما والله ما اعرف، بس هون مكتوب نفس مزيك خير يا رب. هلا بالسلايد العرض مكتوب فيرشو السلايد، ايه يعني سقطت سهوا، بس لا الكتاب هو الاصح لاني مدقق وهيك. المهم الثلاثيه هي نفسها. طبعا الثلاثيه ما بتجتمع، يعني بتجتمع ب 70% من حالات التهاب الطرق الصفراوية الصاعد. مو دائما ما نسالنا الثلاث شغلات يجتمعوا حتى نقول التهاب، اذا واحده من هالثلاثه ما لقيناها معناتها ما في التهاب. احيانا الم ما بيكون واضح كثير، الحراره ما تكون واضحه كثير، بس اني يعني يرقان انسدادي وتوسع طرق صفراوي غالبا المريض بده ERCP. حكيم قولوا لنا غصب له دواء نهائي ولا بس حمي تبع حمي وادويه مهدئه؟ والله علاج هيك شافي انا بتمنى يعني يكون له، فنحن من طيب خاطر مرضاتنا من كله مثل الصداع، واحد بيوجع راسه بياخذ حبه سيتامول، بيوجع كولونه بياخذ حبه الدوسبتالين مثلا. ان هيك علاج ظرف دواء تاخده وتخلص منه طول العمر، للاسف ما في هيك شيء. او مشبه بخاخ الربو، مريض الربو بيطبق عليه صدره من كل خود بختين ترتاح، كل ما تكررت النوبة بكرر البختين. ومريض الكولون نفس الشيء، كل ما شدت عليه الأمعاء أبدو يأخذ حب مضاد تشنج. على فكرة الأدوية المحلية يعني فعالة جدا، يعني مرضاتنا كلهم الصداع اللي عم يعملونا إياه أني كل كام يوم عم يرجع لي هالكولون. أني بتأكد بالقصة أني عم ترتاح الحبة، إيه إذا أخذت الحبة برتاح. فنحن بنعتبر ما في مشكلة، لكن المريض هيك بده حل جذري، انه بده دواء ياخده ويخلص من الكولون طول العمر، للأسف ما في هيك دواء. الله يجزيك الخير يا رب، أعطيك ألف عافية دكتورنا وجودك معنا الفصل. والله كنا نتمنى يعني لو شفناك عنا بالكلية وهيك، كان أغلب الطلاب أكيد يعني بيحبوا كان فيزيائي أكثر من كون من نيت، بس قدر الله ما شاء الله ظروفها غير يعني ما نعرف. كنا والله إن شاء الله، بس إن شاء الله يعني بتنحل مشكلة هالمواصلات وهيك، ومنتابع معكم يعني بالمستقبل إن شاء الله. يعني نحن ما خلصنا من بعض، بكرة بالسنوات القادمة بالاختصاص حتى بعد التخرج بجوز يعني أنا أشتغل موظف بالمشفى اللي أنت مديره ما بتعرف، فمنضل على تواصل إن شاء الله.
والله لنا الشرف يا دكتور نشوفك تعرف عليك، والله انت معلمنا ان شاء الله. يلا يعطيكم العافية وبالتوفيق ان شاء الله، ومنتابع كلام على المجموعة.